كلمت الفقيه بتاع الجامعة هنا، قال لي هنعمل لك شيء جمعية ونشوف المحسنين يعاونوك. ما سول فيا من ساعتها تاني أصلا، حتى المقدمين اتصلت عليهم زوج مقدمين بتوع الحي، ما حد قالوا لي مرحبا وهنعاونك وهنجيب لك معاونة وكده، وما حد منهم ساعدني بصراحة الحاجة. ما فيش الا واحد بقى لي هنا جاب لي خنش الطحين وجاب لي زيت وسكر ورز، وفي ناس جابت لي يعني، الله يعاونهم، الله يديهم الصحة يا رب، الله يخلف عليهم. كل اللي عاوني وكل اللي جاب لي مكلة ربنا يطعمه من طعام الله. اولا انا مصري وعايش في المغرب هنا بقى 10 سنين، وموضوع كورونا حبسني هنا وما عنديش، انا جيت عليه ايام ما لقيتش ماكل، فانا بناشد الملك ملك المغرب حفظه الله ورعاه اني يبص ليا ويعاونني شويه، الله يجازيه خير الله يجازيه خير. وانا هو عاون الشعب بتاعه كليته، وانا واحد من الشعب ديالك، يعني انا واحد من الشعب ديالك، نصرك الله ورعاك، شكرا لك بزاف والله يجازيك خير يا رب. وبناشد الاخوه المغاربه يعاونوني ويساعدوني، وانا عارف ان الشعب المغربي شعب كريم وشعب رحيم، والله يجازيهم خير. والجيران هنا كانت هي اللي بتجيب لي المكله، والله 3 ايام بدون مكله، يعني لو انا كنت مت كانوا قالوا عليا ان انا مت من كورونا مش مت من الجوع، والحمد لله الجيران حسوا بيا وبقى يبعتوا لي المكله. وانا ما عندي ديون بالزيف والله، صاحب الدار يسألني 5000، بتاع الجبس يسألني 5، غير بقى الحوانيت وكده، وعايز طبعا فلوس اصفط لاولادي حاجه. الله يجازيكم خير. وبناشد الملك مره اخرى، انت عاونت الشعب ديالك وانا واحد من الشعب ديالك، انا واحد من الشعب ديالك، يعاونني يجازيك الله خير، الله يجازيك خير. المقدمين انا هدرت معاهم وقالوا لي هنعاونك ومحدش منهم عاونني، يعني المقدمين قالوا لي هنعاونك ومحدش منهم سأل فيا، أصون عليهم ما يجاوبنيش حتى في التليفون. وأنا طبعا أنت عارف أنا ما عنديش أن أنا آكل ولا أشرب، والله في جار هنا الوحيد حاليا بيجيب لي الغداء والعشاء، الغداء والعشاء دي ما بيجيبه لي، والله أنا ما عندي حاجة، يعني والناس شافوا كل شيء وشافوا كل حاجة على عينيهم، وأنا ما مش هكذب أصلا يعني. وأنا المغرب دي عزيزة عليا، وأنا جعلني من الشعب ديالك وجعلني واحد من الشعب، انا واحد من الشعب، انا في المغرب مش في مصر حاليا، انا مصري بس انا في المغرب حاليا، المغرب عزيز عليا، وانا اجعلني واحد من الشعب ديالك، حفظك الله ورعاك، وريت صوتي يوصل ليك، وانا عارفك مش هتتخلى عني لان قلبك حنون وقلبك كبير والله يجازيك خير. بقى لي 10 سنين، وبعدين انا كنت باجي وبروح الحمد لله، كان عندي الفلوس ومعايا الفلوس، وعمري ما مديت ايدي لاي بشر لاي حد كان الا لله سبحانه وتعالى. كنت بروح الحمد لله عندي الفلوس وعندي كاردوات للاولاد والعائله والاسره كلها. بس لما جت كورونا طبعا انا بقالي 4 شهور ولا 5 شهور من ساعه ما جيت، انا جيت 7 في شهر جوج، من ساعتها وانا حابس ما خدمتش اصلا، وخدمت شويه وفي ناس خدت مني السلعه وهربوا بيها. الله لو يسمعوا ندائي وعندهم يعني رحمه يرحموني واللي انا فيه ويبعتوا لي رزقي، بس ده اللي بطلبه منهم، وربنا يعاون الجميع ان شاء الله. الله يعمرها سلعة المغاربة دول، يعني والله والله اكرم شعب الشعب المغربي، حتى حكومة وشعب اكرم شعب المغربي، وبقولها في اي حتة كانت، اكرم شعب في الدول العربية الشعب المغربي، يعني الله يجازيه خير والله. كلهم وقفوا جنبي وساعدوني وعاونوني، اللي ما يقدرش يعاونني في فلوس بيعاونني بمكلة والشراب، ويقولي لي الخبزة لو عندي خبزة هنقسمها احنا الجوج وانت ما تنامش قاعد. والله الله يجازيهم خير، وشكرا للشعب المغربي اللي هم وقفوا جنبي وعاونوني، وانا لو مش هم انا كنت زمانتي دلوقتي في القبور والله. أمولات الدار عندي ما عندهمش، ما بعتلهمش فلوس اصلا، وعندي باغيين فلوس والله. والله انا بولاد عندي ولادي 5، والله ما بعتلهم ولا درهم اصلا، وتاب هم عايزين فلوس وما عنديش اصلا لا صفت ولا عندي ان انا اخلص الكريد اللي عليا، وانا ما اقدرش، وانت عارف الحدود سدد والطيران ما فيش طيران، وربنا يفك كربنا وكرب الجميع يا رب، ويرفع البلاء عنا وعن المسلمين يا رب، وعن الشعب المغربي يا رب، يا رب يرفع الكرب عن الشعب المغربي يا رب، وانصر الملك ديالنا واحفظه يا رب، يا رب انصر الملك ديالنا واحفظه يا رب، يا رب انصره واحفظه يا رب، انصره على اعدائه، انصره على اعدائه يا رب، وثبت خطاه يا رب، ثبت خطاه. واخر دعاء لي، اخر كلمه لي، بقول بوجه له رسالتي، انا بقول له انا انت وقفت مع الشعب ديالك وعاونت الشعب ديالك، وانا واحد من الشعب ديالك، انا قدمت 3 مرات قالوا لي انت مصري مالكش فلوس، انت ده للمغاربه بس، حسسوني ان انا غريب، بس انا مش غريب، انا مغربي،
انا مغربي، مواطن مغربي عادي، وبغير على المغرب وبغير على الشعب المغربي، وبحب المغرب فعلا بجد يعني. وجهه للملك ديالنا اللي هو محمد السادس، حفظه الله ورعاه وينصره على اعدائه يا رب. انتوا طبعا هنا بالغرابه بيقولوا دايما مصر ام الدنيا والمغرب ابوها، انا بروح عند امي شويه وباجي عند ابويا. انت القلب الحنون والصدر الحنون لي سعاده الملك، فيا ريت تندقي يوصل لك وتعاوني. انت عاونت الشعب ديالك وانا واحد من الشعب ديالك، يعني انت اب واخ وكل شيء لينا. ربنا يحفظك ويرعاك ويخلي لك اولادك ويبارك لك في صحتك وعافيتك وينصرك على اعدائك يا رب العالمين. والملك انت اخذت اجراءات ما فيش دوله في العالم خدته حقيقه، يعني نقطه الذكاء يعني، الله يجازيك خير. يعني انت اللي عملته ده ما فيش دوله عربيه عملته. انا مصري اه، بس انت اللي عملته في شعبك مصر ما عملتوش، ولا السعوديه ولا الكويت ولا اي دوله كانت. بوجه ندائي ليك وشكري ليك، وربنا يحفظك ويرعاك وينصرك على اعدائك يا رب العالمين. وانا قلت لك مصر ام الدنيا والمغرب ابوها، يعني انت اب ليا وابو الشعب كليته، بس انت اب لينا حنون وصدرك حنون، وانا عارفك مش هتتخلى عني ان شاء الله حقيقه. ورجال الامن يعني صراحه يعني تعبوا كتير وعانوا كتير من الشباب المغاربه وكده، وكانوا دايما سهرانين الليل ما بيناموش. الله يجازيهم خير والله يرفع البلاء حقيقه، والله ما ناموش. انا كنت بخرج اشوف يعني، كانوا دايما كل الحومه لافين فيها ويلاقوا حد بكل ادب وباحترام يكلموه عشان يدخلوه الدار دياله علشان ما يحصلش كورونا تنتشر وكده. وحقيقه الحكومه بالصح يعني تعبت بالزاف يعني في موضوع كورونا دي، تعبت كتير وقاست كتير وعانت كتير، بس طبعا الله يجازيهم خير. فعلا فعلا الحكومة المغربية أحسن حكومة في العالم، وربنا ينصركم ويقويكم ويثبت خطاكم يا رب العالمين. لا أنا ما لقتهمش، بس هم يعني أنا ما أشوفهم يعني بيحترموني حقيقة، يعني لما يقولوني ماشي حتى من غير كمامة، يا مصري أنت خايفين عليك البس الكمامة، بكل أدب وبكل احترام حقيقة يعني. Thank you.